تعال نعمل سلطه جميله النهارده، سلطه البصل بالزيتون مع بعض والطماطم. انا سبتها للاخر لان عايز ايه ندرس شويه مع بعض ازاي نقطع الخضار وخاصه الورقيات زي البصل الاخضر، لانه يسجل وبتحسب على الدرنيات. انا بطفي النار على فكره، دي المصداقيه ان انت تطفي النار يا عم الشيف، وانا لو ما طفيتهاش محدش هيقول انت مش طافي النار ليه، علشان برضه اوفر الكهرباء. مقادير السلطه على الشاشه، بسيطه وسهله. بصل اخضر، الله، طماطم، الله، زيت زيتون، وزيتون اخضر مش اسود. انا بحب الزيتون الاخضر في السلطه، بيبقى له طعم ومذاق تاني، خلي بالك. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي سريعا. حلو قوي. هنجيب كسرولة ازاز زي دي كده، الله عليك، حلو اهو. وناخد البصل الاخضر الحلو بتاعنا. السلطه دي على فكره انا بعشقها، وكمان معايا حبايه فلفله حلوه. تعالوا نعمل السلطه الحلوه دي كده. ده بصل اخضر اهو، بنقطعه كده. على فكرة احنا لما نيجي على السفرة ونقدم البصل الأخضر ده كده، مش بنستفيد بكل البصلاية، يعني بنلاقي للبعض بياكل راس البصلاية بس ويسيب العروق، والبعض يحب عروق البصل الأخضر ويسيب الراس بتاعت البصلاية، لأنها بتبقى شديدة السبايس شوية، ده الطبيعي. ولكن أنا مع الاتنين لازم ناكلها. بالطريقة دي هتخليكي تاكلي كل البصلاية. اه ده بصل أخضر، ده لما ياخد زيت زيتون وعصير حامض دلوقتي هتدعي لي. بنكسر اللون الحلو ده كده بالفلفل ده كده. نعم، عينيا. عايز تشوف الحلويات اللي في الفرن؟ تاخد بس اللون. اه ناخد الفلفل ده كده، انا ليا رساله النهارده عايز اوصلها لكل الساده المشاهدين، رساله بريئه بأقل تكلفة ممكنة، بتعملي مطبخ لطيف وجميل. ده زيتون أخضر بننزل بهنا، شفت السلطة الحلوة دي كده؟ أهي جربها لأولادك النهاردة وهتدعي لي. أهو ناخد الطماطم دي كده، مش لازم بقى أكتب ليست قد كده ولا أبعت لجوزي رسالة على الواتساب، هات وهات 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 وهات. الراجل يعني تبقى نفسه مفتوحة من كتر هات وهات وهات، يبقى مش عايز يروح البيت. هيجيب الحاجات دي كلها؟ طب ما كان قضاها بطبق كشري وخلص الكلام. دي طماطم تتحكي. ها انا عاشق للكمون جوه السلطه البلدي، عشق. كل ده مع بعضه. انا على فكره مش هقلبها لا بشوكه ولا بمعلقه، شوفوا بقى انا هقلبها ازاي. اه وده عايزك زيك بايديا. اه الطريقه دي اهي، دي لازم اهي اهي. شفت التقليبه دي؟ بحنيه بحنيه. الزيتون، وتلاحظ هنا انا ايدي رفعت من الملح شويه لان الزيتون فيه مالح. اه شفت السلطه الحلوه دي؟ اه زي ما هي كده، طبق صغير هنغرفها مع بعض، لازم بايديا، لا الشوكه ولا المعلقه هتديني الطعم اللي انا عايزه. دي حلالها هنا، الطبق الحلو ده كده. الله، اه يلا بينا. السلطة دي بهديها لحبايبي اللي عاملين دايت. ممكن تضيف حاجة حلوة يا شيف، تجيب تفاحة خضراء وتقطعها مكعبات في قلبيها. البرتقان دلوقتي مال السوق، تجيبي برتقان وتقشريه وتقطعيه في قلبيها. بجد يا شيف الكلام ده؟ اه والله العظيم. في مانجا في السوق دلوقتي حلوة قوي، مانجا كبيرة كده موجودة، بشوفها دايما في أيام الشتاء ملحمة، دي يقولوا عصير بس. جيبيها وقطعها مكعبات وحطها في قلبيها. انا بديك افكار مسموح بيها مع السلطه دي. وجود البصل الاخضر هنا بيسمح لكل انواع الفواكه ان هي تخترق السلطه دي. اهو انت بتجيب الكلام والمعلومات دي منين يا عم الشيف؟ مش بيقول لك دايما الخبره بتلعب دور؟ طبعا بكون جربت الحاجه دي مره واثنين وثلاثه، الحاجة بتعجبني مرة بقول المفروض تبقى كذا، وهكذا من التجارب الحلوة، لأن المطبخ لا هو دستور ولا هو قانون
ولا هو لازم موزاريلا مع الجراتان، لازم شيدر مع الجراتان. بالعكس، زي ما انا شغال كده النهارده عملت 3 اطباق بوصات، وفكرتهم بسيطه وسهله، ولكن بنسبه تقريبا متوسط المجموع يعني 80% اكل صحي. ايه رايكم؟ يوم في الاسبوع ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك، يعني رؤيه وفن وابداع باقل تكلفه ممكنه، بنخترق المطبخ الصحي بنسبه 85-90%، يعني رؤيه وفن وابداع من ماس بيرو. We'll be right back.